الاقتباسات اللي حدثت من الكتاب المقدس ولا سيما العهد الجديد، اقتباسات يعني مثلا لما واحد من آباء الكنيسة في العصور الأولى بيكتب كتاب فبيقتبس من الكتاب المقدس آيات معينة، أو واحد بيكتب خطاب لآخر في العصور، في آباء الكنيسة بيكتبوا خطابات فبيكتب خطاب فبيقتبس من الكتاب المقدس. عندنا حوالي 80,000 اقتباس، لدرجة أن العلماء قالوا أن يمكن جمع الكتاب المقدس العهد الجديد كله من الاقتباسات تقريبا كله إلا 7 آيات.